هذا الرجل هنا في نقطة بيع قارورات غاز البوتان ببلدية شرايع في سكيكدة منكب يسجل أسماء الراغبين في الحصول على قارورة غاز، وهذا الرجل جاء يسجل اسمه وينتظر دوره، وسوف لن يحصل على ما يريد اليوم أو غداً. انا نسكن نتم نسكن في بوكارون، ها كري الطوموبيل جبت زوج قراعي على جال زوج قراعي ب 50000 نصبح ب 100000 نديهم، والله نديهم كري الطوموبيل ب 50000 على جال الكاز. سجل اسمك وكذا؟ ايه ما كانش ما كانش، ما هاوداك جبتهم له كاش ما رايح نديه، ما كانش الكاز ما كانش، ها جبتهم له اليوم ما نديهمش. جبت الطوموبيل لهنا وهو يستنى فيا، وهنا قال لي درك ما كانش الكاز، ولو مول الطوموبيل لازم يقول لي الكورسه نتاعي نديها. بالكورسه صحيح والله. يسقموا لي 70000. كلما دخل موسم الشتاء يدخل موسم الهم والغم على سكان بلديات المصيف القلي، بحيث تصبح قارورة الغاز عملة نادرة وتصبح المضاربة بها تجارة مربحة. تسجل عند الحاج في الشتاء والله ما تطير قرعة، الغاشي بزاف الله غالب عليه هو بالمرك، مركي قرعة والسنة. قلت لك ما احسب انت فاش تنكونسومي بزاف، زير الفرن لازمك دير لها قرعه والمناطق صافي مناطق بارده وكلش. كثر الحديث في السنوات الاخيره عن مشاريع غاز المدينه ببلديات المصيف القلي غربي سكيكده، غير ان السلطات قررت في النهايه تجسيد ذلك عبر 3 بلديات وفقط، ولا يزال سكان هاته البلديات وغيرهم يواجهون قساوه برد الشتاء لوحدهم.